يدخل في بر الوالدين الدعاء لهما أحياء وأمواتا، والدليل لذلك أن الله عز وجل لما أمر ببر الوالدين أمر بالدعاء لهما، فقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما بلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هذه كلها وصايا للبر بالوالدين. ثم قال عز وجل، أكمل الآية: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فدل ذلك على أن الدعاء لهما من البر، مثل خفض الجناح بالرحمة، مثل الإحسان إليهما، فهو من البر. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وأيضا يقول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي، أكمل الآية، ولوالديك إلي المصير. ومن أعظم ما يكون من شكر الوالدين الدعاء لهما. ومن السنة الحديث المعروف في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها: أو ولد صالح يدعو له، قال: إلا مصدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فدل هذا على أن دعاء الولد للوالدين أنه ينفعهما، ويصل ثواب هذا الدعاء لهما أحياء وأمواتا. وفي هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لترفع له الدرجة في الجنة فيقول: يا رب أنى لي هذه، فيقال: باستغفار ولدك. رواه أحمد بسند حسن، باستغفار ولدك.